السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد ولعبة جديدة. عندنا لعبة باور واش سيميليتر أو محاكي الغسيل، خلونا نسميها. قبل ما نبدأ الفيديو راح أقول لكم عن لعبة رهيبة تعطيك كاش، متخيلين؟ لعبة تعطيك أنت فلوس. طبعا اللعبة عندهم جائزة $500 للفوز في حرب السيرفر الثاني، وعندهم $2000 للفوز في حرب السيرفرات. طبعا حنا نتكلم عن لعبة استراتيجية بإدارة عربية منا وفينا. حنا تعودنا دائما للعب الاستراتيجية في الصين وإدارتها في الصين، لكن هالمرة غير. لعبة تحدي الملوك حرب السلاطين منا وفينا. اللي يميز اللعبة هذه وجود صلاح الدين، الشخصية التاريخية المعروفة، علامة مميزة في اللعبة الاستراتيجية هذه، وبالإضافة إلى شخصيات أخرى تاريخية من العصور الوسطى زي ألكسندر وريتشارد، جان دارك وكليوباترا. كل قائد له تأثير على جيشك ومملكتك، الاختيار بيدك وحركاتك كلها محسوبة، يا لك أو عليك. لعبة استراتيجية ويبيلها ناس ذكية، والهدف إنك تسوي جيش تقويه، تهجم على لاعبين، تحتل القلاع حقتهم، وتتحالف مع لاعبين وتتكاتف معهم. والجميل فيها ان تقريبا 70% منها لاعبين سعوديين. لكل مملكة عرش واحد، كل الناس راح تحاول انها تاخذ العرش هذا. كل اللي عليك تسويه تقوي الجيش حقك، التحالف حقك يكون قوي ومتعوب عليه، وتقدر تحتل العرش هذا. واذا احتليت تقدر تغير اسم المملكة كامل، وبرضو تختار علم من اختيارك انت. صدقوني ترى حرب السيرفرات من اكثر الاشياء اللي بيخليك تدمن اللعبة هذه. وتقدرون تستخدمون الكود حقي اوبلز، وابغاكم تسوون تحالف، وراح اختار تحالف منكم وانضم له ان شاء الله، ونحاول اننا نحتل العرش ونسمي المملكة مملكة الاوبلزيون، ونسوي لنا علم من اختيارنا. عموما رابط التحميل تحت في الوصف، او صور الشاشة على الباركود هذا اللي ظاهر قدامك، واول ما تسوي الاسكان على طول راح يحمل لك اللعبة مباشرة من الرابط اللي يدعمني انا. نرجع للفيديو. اولا قبل ما نبدا اعتذر عن الشمس اللي طالع هنا، المفروض اني اركب ستارة لكن للحين ما ركبت. شوفوا كيف معطي اضاءة والكام زحمة اشياء واضاءات، لكن ان شاء الله باذن الله المقطع الجاي تكون ستارة راكبة. عموما خلونا نرجع للعبة الجديدة هذه. طبعا ايرلي اكسس، توها نازلة، ممكن تكون لسه ما نزلوا لها النسخة الكاملة، يعني هذا دخول مبكر خلونا نسميه. فكرة اللعبة انك موظف عندك شركة غسيل، شركة الغسيل هذه الناس يكلمونها يقولون عندي بيت ابغى غسله، ابغى انظفه، ابغى مدري ايش. مو نفس تنظيف البيوت انك تصمم البيت، لا، هنا مهمتك الغسيل فقط. وحس ان فكرة اللعبة يعني جميلة وتناسب الطور اللي احبه انا. فخلونا نبدأ نروح عند كارير مود. هذا كارير مود اللي هو المهمة بشكل عام، كلين ذا فان. اوكي، اول مهمة لنا بيعطونا 150 ريال عليها، ونسوي ايش؟ اننا ننظف الفان حقنا، او لا مو بحق، ما ادري حق من ذا، الا والله حقنا. يقول لك اخيرا لقينا فان لك او سيارة لك. ما ودي اقرا كثير، لكن خلونا نقول بسم الله ونبدا المهمة. وبسم الله، السلام عليكم، حياكم الله في جراجنا الجميل وبيتنا الاجمل ان شاء الله. شوف الحي حقنا والله صراحة جميل، اشوف الله ليه ذا قوي. اتوقع اي اقدر اغير. طبعا عندنا اكثر من نوزل اللي هو البزبوز، خلونا نقول عندنا البزبوز الصفر هذا كذا سيده، عندنا الثاني هذا اوكي حلو، هذا اشوف اصبر الصوت ليه عالي. عموما نقصت اشياء كثير، اوكي صار الصوت مره ضعيف. بس شفتم كيف الفكره؟ انك ترش السياره او الشيء اللي تبغى تنظفه وينظف معك، واذا نظف معك اتوقع يجيك تنبيه انه اوه ترى يب، هذا التنبيه اللي اقصده. بس لحظه يا الحبيب، الكفرات لسه وسخانه، كيف قبل انها نظفت وهي لسه ما نظفت؟ لو تلاحظون فوق اليسار عندنا 3% اللي نظفناه، ويعلمك كل حاجه وشي زي هذه بلاستيك اللي هو مسكه الباب. مسكه الباب لها غسيل لحالها، شوفوا كيف يوم نغسلها المفروض انها تعطينا صوت انها نظفت. ليش ما الو اي ما ادري. الزبده فهمتوا فكره اللعبه، اتوقع اني اقدر الف النازل. ايوه تشوفون اقدر انظف كذا او انظف كذا، يا عيني اي الزبده اني متحمس. اللعبه المفروض تعطيك الاحساس الساتسفاينج اللي تخليك او يخليك تستمتع بالشيء الجميل. شرح يا ابو كلب، بس الزبده فهمتوا الفكره. وبسم الله نبدا مهمتنا. اتوقع لو اني انظف كذا افضل. وي شوفوا هذه اسم الشركه حقتي، او هذا اسم الشركه، باور واش سيرفيسز، خدمه الغسيل القوي، او باور واش غسيل بالطاقه او حاجه زي كذا. الزبده بس الاحساس جميل انك تشوف شيء وسخان بعدين تنظفه زي كذا. وكم كملنا؟ 18%. اوكي شكلنا مطورين. كفره خلونا نخلصها، حلو خلصنا الكفرات. طبعا يعطونك على كل شيء تسويه فلوس، زي فوق عندنا $4. اتوقع لو نخلص الشباك ذا بيعطونا اكثر من $4 المفروض يعني، ولازم نخلصه صح يعني جميع الحواف وجميع الزوايا وجميع الاشياء الاخرى. بس كيف اخلصها وانا ما اقدر اشوف؟
حلو خلصنا المراية اعطونا ريال، ريال على المراية. او خلصنا الشباك اعطونا ريالين، حلو حلو حلو، قاعدين نجمع بالريالات. مبدئيا الوضع مزري صراحة، انا ما ادري ليش قاعدين يعطونا فلوس وهذه سيارتنا اصلا اللي ننظفها. حلو خلصنا الباب، الباب الحالة شيء مختلف، اجل الكبوت المفروض يكون الحالة. دقيقة نسيت، ما جربنا ذا، هذا كم 25 25 اي هذا اقوى المفروض يا عمري، هذا المفروض انه ينظف اكثر. حلو شوف خلصنا اسرع. طيب دقيقة ايش عندنا بعد؟ عندنا هذا 40 اخس، هذا اتوقع انه ياخذ مساحة اكبر. شوفوا كيف مساحة اكبر، بس لازم تكون قريب لانه ممكن من بعيد ما يوصل. يب شوف ما يوصل، بس تقرب تقرب ايه هنا يوصل. حلو يعني لكل اداة استخدام معين او فائدة برضو، انك هل تقدر تستخدمها في الشيء هذا ولا لا. يعني الكفرات مثلا انا نظفناها، ما المثال حقنا ما ينفع هنا. الصدام الخلفي خلونا نشوف، يعني الصدام الخلفي هذا المفروض ان له اداة مداها اقرب عشان نقدر نكشر كل شيء فيه. حلو والله اني مره متحمس للعبه يا جماعه. طبعا مبدئين يبون يعلمونك، هذا المفروض ان التوتوريال اللي تنظف فيه الفان حقك. يا اقدر اغير بالكوره حقت الماوس، يا اقلع ام الفله. بس الحين وش اقوى واحد؟ الابيض. الاحمر اكلب شيء، بعدين الابيض. شوف احمر اصفر اخضر، هذا اخضر والله ما ادري يا شباب، والله اني ما ادري. والابيض، الابيض المساحه الاكبر، والاخضر اقل مساحه بس انه اقوى شوي، بعدين الاصفر اقوى بزياده، بعدين الاحمر تحفير. هذا اتوقع اذا تبغى تهد فيه بيت ولا تحفر فيه جدران ولا شيء اعطى ذا، او مثلا منطقه ضيقه ما تقدر توصلها بالثانيات، او وصاخه قويه ما تروح مثلا، هذا اتوقع حلك الوحيد. يا عمري الاحساس جميل يوم تخلص شيء، والله العظيم احساس مره رهيب. ليتني انظف سيارتي والله، ولا قد اضيع وقت التنظيف في اللعبه. حلوين. طيب هذا وشو؟ شو يعتبر ذا اللي تحت؟ من اي جزء؟ هل هو من هيكل السياره؟ اوه خلصنا بريك لايت، اوه خلصنا بريك لايت، متى؟ نظفنا البريك لايت حنا بالغلط يا رجال. وبريك لايت ثاني خلصناه؟ اتوقع ايوه توني بقول، اذا ضغطت تاب، شوفوا تاب يعلمني وش الاشياء الوسخانه، طبعا هنا واضح اقدر اشوفها، لكن مثلا اذا احنا مهمه ما ادري وين الوساخة ما تنشاف مثلا، اقدر اضغط تاب واشوف. شوفوا لو تلاحظون بهذا الابيض، شوفوا مع اني غسلت هنا بس ما راحت الوساخة، لاني بعيد اولا ثانيا الضغط كان ضعيف حق المويه، صح انه ياخذ مدى اكبر او مساحة اكبر. ها وش يقول ذا؟ والله ما ادري ايش يقول بس ما يهمني صراحة. المهم يعني يعطيك مساحة اكبر بس دفع اقل. اتوقع هذا شلونه قلنا؟ اصفر ذا؟ اتوقع الاصفر افضل شيء. طيب هذا ممكن يوخر؟ اي والله اقدر اوخره. اي من اول يا اخي كان مخرب علينا. وهذه الكفرة الاخيرة وخلصناها تقريبا، شبه خلصنا في السيارة. الكرسي عشان اذا ابغى السقف. الله يعني باقي انظف السقف. يا اقلع ام الشغلة. والله قاعد اخلص اشياء كثير وانا ما ادري وش. لمبات، صدام سيارة، شبك امامي، اشارة ما ادري وش. صدام اتوقع لسه ما خلصناه. يس كذا خلصنا الصدام الامامي. كم 78 تونا. توقع اولا عشان القزاز ذا، ثانيا لاننا لسه ما طلعنا للسقف. ما شاء الله اقدر اطلع، ما احتاج سلم ولا كرسي ولا شيء. حلوين. تدرون انك اذا خلصت شيء يعني مو شرط تخلص 100% عشان يقول لك انك تراك خلصت خلاص، يعني ما احتاج اني اتعب نفسي. طيب خلونا ناخذ الكبير هذا شوي، بعدين نبدا حبه حبه ونهيه من هنا ونرجع لورا. يعني ودي اعرف السياره هذه وين كانت واقفه. وش ذا؟ فضلات عصافير تاكي فوق، زحمة اشياء ما ادري وش طين هذا. السيارة كانت تمشي على السقف ما ادري. اللي يقصده قبل شوي شوفوا هنا مثلا في وساخة صح؟ ممكن اذا خلصنا هذه الجهة ممكن خلاص يمشونا صح؟ والله شكلها تحريات ذي يا جماعة. ايوه شفتم كان في وساخة تحت بس اعتبروا اننا خلصنا. اوه 99% شباب. اوه لا والله باقي هنا في اشياء. اوه الشبكة الامامي لسه ما خلصناها. دقيقة على كذا عطنا شيء هذا، اي تحفير عطنا تحفير. والله الشبكه الامامي لسه، والله يا الدقه يبون ننظف. والله من متى طلعت ذي الاشياء؟ يبونك يا شيخ تدخل في الاماكن الضيقه حرفيا. او باقي الكفرات. احنا اللي نظفناه اول جنوط، الحين الكفرات. يا عيال اللعبه عميقه بزياده والله. شوف هناك شوف. والله اصبر اصبر روح الجهه الثانيه. حلو خلصنا المهمه، اعطونا 150 دولار. ليتس جو. طيب نقدر نضغط اسكيب عشان ننهي المهمه. والحين اي ورونك تايم لابس للشغل حقنا. كذا بدينا نشتغل هنا يا جماعه. ليتس جو ليتس جو. خمس نجوم.
100% الشغله كانت شغله تجريبيه عشان نعرف فكره اللعبه. والحين لمهمتنا الثانيه كلين ذا باك جاردن، نظف المغسله الخلفيه. بس السؤال الحين يقول هل اقدر اطور؟ اتوقع ان عندي تطويرات يا جماعه سبيشلز مثلا. لا وش ذا كلين ذا مارس روفر، اوه نقدر ننظف المركب اللي في مارس في المريخ. هم ممكن ننظفها بعدين، بس السؤال الحين كيف اطور يا شباب؟ اوكي هنا التطويرات، عندنا باور واشرز، اوه نفس المضخه اقدر اطورها. عندنا هذه برايم فيستا لايت ديوتي، اتوقع هذه اللي معنا حاليا. طيب الميديوم ديوتي ب 1250، الله يعني الفان حقنا اعطانا 150، وحطوا في بالكم يعني يبغى لنا اكثر من حاجه. بشوفوا قوتها كيف، يعني مثلا لو نقارنها بهذه إيه تشوفون تزيد شوي وتستبرن الاشياء العنيده تشيلها. وعندنا الهيفي ديوتي، وعندنا ما عندنا بروفيشنال ديوتي ليه، بس عندنا الهيفي هذه اللي نبغاها، بس لازم نبدا حبه حبه. والله شوفوا الحين ما نقدر نشتري شيء، او في صابون نقدر نشتري صابون، ليتس جو، صابون للحديد، صابون للزجاج، صابون للحجاره، وصابون للخشب، وصابون بتاع كله منوع او مشكل. وعندنا النوزل نفسه تقدر تغير الراس حق المضخة. والله اللعبة عميقة وحلوة صراحة. فعشان كذا خلونا نروح للمهمة التالية. المهمة هذه إذا خلصناها 100% راح يعطونا 400، ونقول بسم الله نبدأ المهمة. إيش وش يسوي بيك أب آي يشيل الأشياء. أوكي المعلومات كلها سهلة صراحة، ونقول بسم الله. أوكي هذا المكان التالي اللي المفروض ننظفه. عندنا حديقة خلفية، لا تقول لي حتى السيارة ذي أنظفها. يا هي يا شباب وش فار بركان هنا وصرت الدنيا كلها فحم؟ ايش هذا؟ والله شوف الا والله يبغانا ننظف السياره ذي كامله. ما ادري ليش بديت فيها بس تحمست. المهم عندنا حديقه خلفيه وجميله صراحه بس يبغى لها تنظيف. بالي الارضيه والله يا اني بنهلك وبنجلد وبتعب وبتبهذل طيب بسم الله مو مشكله، خلونا نبدا اولا بالماكينه الكبيره هذه ونكون قريبين مره ونقول بسم الله نبدا تنظيف. الله يستر والله بتطول السالفه صراحه. بس ترى يا هومي حلو خلصنا اللي فوق، حلو اقدر اخلصهم كذا على طول. يعني لو اكمل هذا مثلا اقدر اخلص الجهه الثانيه ولا لا؟ هذا يحسب واحد كامل. الحين ما ادري شباب وين ذا؟ حلوين خلصنا ذا، وهذا بعد لا هذا باقي. حلوين شوفوا اتوقع انها ايزي بس بتاخذ وقت. بسم الله جماعة ما تدرون قديش اخذت وقت وانا اخلص السياج هذا فقط، فما بالكم بالحديقة كاملة، يقلع ام الحالة. فعشان كذا ابغى اجرب حاجة، كيف اقدر اشتري؟ اتوقع اني اقدر ايه هنا نشتري صابون، خلونا نشتري صابون للستون لان الارضية حقتنا خشبية. شرينا حلو، هل يحتاج اني اسوي شيء؟ اوكي هذا الصابون، اوه لازم اشتري ذي، لازم اشتري حق الصابون. ليش؟ يا قلع ام الحالة بتخلص فلوسنا يا شباب. طيب وين حق الصابون ذا؟ هذا هو. اوكي شريناه. يا قلع ام الشغلة ما تسوى علينا يا شباب. طيب اصبروا، خلونا نجي هنا ونضغط هذه. ركبنا، حلو ركبنا الصابون. طيب ابغى اختبر اولا قد ايش ننظف او السرعة اللي ننظف فيها. خلونا نشوف. الله 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 الله. الله نقص 94. ليه ما مدانا؟ خلنا نشوف كذا. والله شوف للأمانة ينظف، خلوني أوريكم قد إيش الثانية ذي مثلا. شوفوا كيف والله كان الثانية تنظف أكثر. لا هذه الصابون ينتشر وشوفوا ما نظف ترى، يعني يبغالي أروح عليه مرة ثانية تشوفون كيف عشان ينظف صح. ولا ولا هذا عشان في الظل؟ والله شوفوا يعني ما أدري، أتوقع أنه نضحك علينا يا جماعة الصراحة يعني. بس خلونا نحاول ننشر الصابون يعني عشان على الأقل يتفاعل مع الشباب ذولي. أسمع صوت الصابون. بس والله يا انهم كذابين. شوف الصابون يخلص بسرعه يا رجل، خلاص شوف شوي بيخلص وخلص صابونه. هذا الباقي والله ما ادري صابون ذا ولا وات. اي شوفوا كيف لو نرش مويه عادي شوف ما تنظف شوف، بس الصابون يشيلها. الصابون نعم افضل بس انه غالي يا اخي، لو انهم يعني يخفضون لنا شوي احسن. يلا الله يعين دعواتكم شباب، ارجع لكم بعد نص ساعه ان شاء الله. والله شوف ذا الوصاخه ذي يا جماعه بالغصب تروح. شوف يبغاله ذا الحارق القاتل الخارق. شوف الحين راحت بس بالعادية ما تروح. المهم تقريبا خلصت يعني كمية مرة كبيرة من او مساحة كبيرة من المنطقة حقتنا، لكن ما زلنا يعني كم 45% بعد الوقت هذا كله. يا الله اوه ها
والله العظيم انه كفو اللي خلى المنطقة دي تخلص، مو شرط انك تخلصها كاملة، لأن صراحة والله بديت اتعب، بديت ايأس من اللعبة ذي. عموما خلونا نكمل على الطاولة الحين. شوف الطاولة صراحة يعني ما ادري انا الى الحين يعني ماني عارف وش صار في المنطقة ذي، ليش الوصاخة هذه فجأة كذا؟ مو فجأة طبعا، ليش؟ وش النوع من الوصاخة ذا؟ وش هو؟ وش كنتوا تسوون انتوا هنا؟ خسر اصوات، الاصوات في اللعبة جميلة يعني، الكل سطح صوت. اسمع اسمع هنا، اسمع الخشب له صوت، الطاولة لها صوت، الأقمشة لها صوت. حلو يعني اخذوا وقتهم صراحة. شوف الوصاخة في كل مكان، يعني لا تقول انك تحسب انك يعني تنظف سطح الطاولة وخلاص، لا، تحت الطاولة في وصاخة. يا عمري خلصنا الطاولة، احنا لسه ما خلصناها. ما ادري زبد ايش اقول، بس يعني فهمتوا قصدي. حلوين، قاعدين نخلص اشياء كثير. الحين اقدر اقول الجهة هذه 100% مكتملة، بس المصيبة اننا تونا 52% على المزرعة كاملة، ما ادري الحديقة كاملة، لان حرفيا حتى ذا، حتى حق العشب ذا تنظفه كل شيء. وهنا شوف يلا. شوف اللعبة ممتعة للأمانة، بس دقيقة مرة، يعني عندهم أشياء تنظفها يا أخي ما أبغى يا أخي، يعني الواحد يلا أني ينظف بيته في الحقيقة، خل بعد تنظف الألعاب ويعني أني وقت صدق في الواقع. ليش؟ معليش على الحلطم يا جماعة، لأنه والله العظيم أني طولت. تدرون أن كل قطعة في البيت يبغى لها تنظيف؟ شوف هذه السلة يبغى لها تنظيف، ما أدري صراحة إذا برضو من جوا. شوف وهذا الجرس مدري وش يبغى له تنظيف من جميع الجهات وجميع الزوايا. شوف باقي العمود اللي فوق، دقيقه انا ليش الا هذا اللي نبغاه. شوف اي حلو، والشباك يبغى له تنظيف. والشيء الحلو يا جماعه، شوف ايش لقيت فوق. وين راحت؟ وين راحت؟ كان في بسه هنا. لا راحت يا اخي حرام، والله كان في بسه تاكي فوق يقلعون من النظام. كنت بوريكم، بس عموما خلونا نرجع للشغل ونركز. هذا التنظيف الجميل، مو تحط لي زوايا ولفات ومدري ايش كذا، اقدر انظف وانا مبسوط يا رجل. شوف حلوين حلوين. شوف حقت الحصان ذي يبغى لها تنظيف، والنجمه بعد. طيب ايش باقي لنا؟ اتوقع اننا مطولين شوي يا جماعه. والله قاعد اعطيها نظام الدوران، شوف زي كذا ونظف، بعدين انزل تحت الدور ويلا لربك يفرجها. تدرون ان الجهه هذه كامله خلصناها اللي هناك؟ حلو، نجي لقفص العصافير ذا او بيت العصافير. اتوقع انه ما يبغى الاشياء صعبه، يعني مجرد ما نرش الجهتين ذي، بعدين نرش الجهه هذه، المفروض تمام صحيح؟ قولوا صحيح. والله اني ما ادري، اتوقع انه فيها اماكن صعبه ما نقدر نوصلها زي هنا مثلا. يب شوفوا تحت، شوفوا كيف عم الشغله. حلو البيت خلصناه الحالة، والحين نجي للاشياء الثانيه ذي. كم معنا فلوس؟ 500. ليتس جو. انا ودي ان يكون معنا مبلغ كافي اننا نشتري آلة ثانية غير هذه اللي معنا. نشوف نحسن الشغل حقنا، ممكن يعني نرتاح بعدين. ممكن في البداية، البداية تكون الآلات صعبة وتخليك بالغصب تنظف، لكن بعدين احسن. حلو هذا خلصناه صح 100%؟ اتوقع. طيب الحين باقي لنا الشواية ذي، حتى الاسطوانة ننظفها يا اخي، بتغيرونها يا اخي. شنو نقول ننظف كل شيء؟ اتوقع اننا خلصنا الجريل كامل، تشوفون خلصناه كامل. نجي للأرضية حقته، خلاص حلوين. اول ما قلت خلاص، او بس باقي هنا ولا هذه تعتبر لحالها؟ يا الحبيب متحمسين بزياده، تقسمتوها انتوا واجد. حلو والله لو يطلع لي شيء الحين. باقي ذا والمرجحه ونخلص. 95%، قربنا قربنا يا جماعه. هاي شوف بالله لو اني ما نزلت تحت دراني انه باقي في وصاخه هنا. اقول لكم اماكن ما تدري عنها كذا زابنينها. حلوين 97%، ليه؟ اوه باقي ذي، اقدر اطلع؟ والله النطة الله. طيب دقيقة، عندنا كرسي هنا، مو بكرسي السلم ذا. ايوه يا عيني، وقت التنظيف الحين، بسم الله. يال 99% حنا الحين. تكفى انه خلاص، يرحم امكم تعبت. تكفون وش اللي باقي؟ عشان اقول لكم انهم ناشبين في كل شيء. شوفوا حتى الجهات الثانية، شوف شوف داخل الخشب، من برا الخشب، من الزاوية اللي ما تشوفها حتى في وصاخة. اخيرا اخيرا خلصنا اول مهمة لنا. طبعا هذه المهمة تعتبر بعد الفان اللي خلصناه. يقلع ام الشغلة، والله العظيم انها مرة متعبة وتاخذ وقت طويل، انتم ما تدرون قد ايش، لكن الحمد لله طلعنا ب 800. خلونا نشوف الشغلة حقتنا كم اخذت او كيف اخذت. شوف التايم لابس كيف. ليتس جو. حلو 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 حلو، اعطونا فلوس، عندنا 837.
طبعا نوفرها في جيبنا ما نقدر نسوي فيها شيء لان نتوقع الثاني هذا ب 1200، لكن ان شاء الله في الحلقه الجايه اننا نقدر نشتري. وخلونا نشوف شو المهمه اللي جتنا اصلا. او عندنا كلين ذا بانجلو، وش البانجلو ذو؟ عندنا دباب نقدر نخليه في الحلقه الجايه، وعندنا بلاي جراوند ملعب اطفال اتوقع. لكن راح ننهي الفيديو هنا، اتمنى ان اللعبه عجبتكم، اتمنى انكم متحمسين زي ما انا متحمس صراحه اني اجرب الادوات الثانيه ونضيع وقت مع بعض. عموما لا تنسى تحط لايك، تشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم. We'll be right back.